يقول هناك شركة تبيع سيارات بالتقسيط، هذه الشركة تستخدم المعرف وكيلا عليها في قبض قيمة الأقساط. شركة تبيع سيارات بالتقسيط وهذه الشركة تستخدم المعرف أو المصرف، تستخدم المصرف وكيلا عليها في قبض قيمة الأقساط، وكيلا عنها في قبض قيمة الأقساط، والبنك لا يملك السلعة بل الشركة هي المالكة للسيارة، مع العلم بأن البنك يتعامل بالربا ويأخذ قيمة دينار واحد على كل قسط، ما حكم ذلك؟ إذا كان عمل البنك مجرد أنه وسيط يحصل الديون التي على الناس لصاحبها ويأخذ في مقابل ذلك أجرا، فلا مانع من ذلك، البنك أو غيره تجعل وسيطا ووكيلا يستوفي لك الديون من الناس في مقابل أن يأخذ أجرا على ذلك، بهذه الصفة لا مسألة.